هي عملية تنفيذ لقرارات هدم وإزالة لإحداثات وبناءات وشمسيات وحواجز بالمنطقة السياحية بسوسة، والتي أقيمت على الملك العمومي البحري دون وجه قانوني من قبل بعض أصحاب النزل. هذه العملية تأتي بعد تسجيل أكثر من 60 قرار مخالفة من قبل بلدية سوسة. هذوما مخالفات وقع رفعها من طرف الوكالة، وكالة الشريط الساحلي، وقع إصدار قرارات الإزالة أو الهدم من طرف السيد رئيس البلدية سوسة ما يقارب 61 قرار. عنا قمنا بتنفيذ 34 قرار إلى حدود مي، ثم من مي وقفنا شوية، دخلت الموسم السياحي وتوا الموسم السياحي خرج باش نكملوا تنفيذ بقية القرارات على الشريط الساحلي في مدينة سوسة الكل. هي توا لحدود الساعة هذه هي أكشاك أو إحداثات من الخفيف، فما قرارات صايرة زادة في الـ في الـ في الثقيل اللي هما أوندور، معناتها بنايات أوندور، باش نرجعوا وباش ننفذوهم الكل إن شاء الله. تنفيذ قرار إزالة المباني المخالفة للقانون أشرف عليها كل من الحرس البحري بالاشتراك مع وكالة حماية الشريط الساحلي وبلدية سوسة. في إطار تصدي لإدارة الانتصاب الفوضي بالملك العمومي البحري من بعض النزول الصحيح بجهة سوسة، قامت اليوم الحرس البحري وأبال سوس وبلدية سوسة بتنفيذ قرارات هدم وإزالة للأجسام من الصلب والشمسيات تم الانتصاب عليه بدون وجه حق أو قانوني بطبيعة الحال بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في الغرض، وكما تم التنبيه على أصحاب النزول بإزالة ما تم ذكره تلقائيا واستوصلت عمل الإزالة الى ان يتم معناها تحرير جميع الملك العمومي البحري الذي تم ذكره معناها منتصبين عليه اصحاب النزل واشخاص مدنيين بدون وجه حق. تحرير الملك العمومي البحري من التجاوزات القانونيه بات حسب عديد المواطنين مطلبا ملحا، حتى تستعيد بعض الشواطئ التونسيه في مختلف الولايات فضاءاتها بعيدا عن التملك للحساب الخاص.